السلام عليكم الاصدقاء، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله كنتواجدوا في واد ايبو هارن في منطقه واد لاو، والوجهه ديالنا غتكون هي سلالات اف حصى اللي غنحاولوا نكتشفوا مجموعين في هذا لو فلوك هذا. المهم باش نوصلوا هنايا جينا من كازا تيطوان طاكسيات حتى لواد لاو ب 50 درهم، اي بويش دينا ترونسبور 30 درهم اللي جابنا حتى لهاد البلاصه هذه. ودابا ان شاء الله غادي نهبطوا مجموعين مع هاد الواد هذا باش نكتشفوا هاد المنطقه وبالضبط شلالات اف حصى على باكيت. فوالا هما الاصدقاء هنا مرتاحين شويه، كنبريباري ونحطوا النقاط الاخيره من اجل الانطلاق. ديجا اصدقاء هادي راه واحد القهيوه ها هي هنايا كاينه في هاد المنطقه ديال ايبو هاران، تقدروا يعني تخليو عندهم الماتيريال ديالكم، لا بغيتو شارجيو ليكم يعني للتليفون اولا لي باور بانك. وديجا راها قهيوه يعني تاخذوا من عندهم التويشيه تقصيو هذا مكان. واش الاصدقاء فينا خير هذا صافا؟ كي جاوك شلالات اف حصى؟ واه يلا غنمشيو نشوفو ان شاء الله نكتشفو المكان تمايا ان شاء الله. تاخر بكر عندك ديجا واحد الدرايه بهاد المنطقه ولا اول مره غتجي هنايا؟ ديجا جاي لهنايا مي كاينه شويه ماشي بزاف، التضاريس اللي كاينه هنا صعيبه، ضروري ما تقدرش تمشي بوحدك، ضروري خصك يكون معك كيد. وهذا الشيء علاش حنا استعنا بالاخ ياسين من خيرات الشباب في المنطقه، هو والاخ بوبكر الله يرحم والديهم، ومعنا الاخ ياسين غني عن التعريف. الاخ محمد عذرا، معنا الاخ محمد حتى هو غيعيش معنا التجربه ان شاء الله. نمشيو نستمتعوا تمايا في افحصه ان شاء الله، اجواء كديره تما، شفنا شي تصاورات تما، غادي نعطيكم الحقيقه واش مفلترين وهذاك الشيء هو الحقيقه. على بركه الله الاصدقاء طارقنا دابا ان شاء الله في اتجاه الشلالات، نتمنى ان شاء الله اننا ندوزو نهار زوين ونكتشفوا هذه المنطقه هذه. اما كوانا ديتين اصدقاء حاطين لي طون ديالهم. السلام عليكم الله يعاون، بقاو الراحه. يعني تقدر تجي هنايا تحط لا طون ديالك، تمشي تجيب دوره شلاش اف حصى ولا شي تجي تانستال هنا، يعني ماشي ضروري ترجع بحالك، فقط خص يكون عندك الماتيريال، تكون شويه مخالط المنطقه اولا معاك شي صديق هكا عنده درايه بهذه المنطقه هذه، دوز واحد الويكاند اولا واحد المومنت اللي زوين. اخي ياسين الله يخليك، اللي كان ممكن تعطينا شي معلومه على هاد هاد الشجره هادي اولا هاد النبته هادي؟ الشجره هادي كتكون بحال شكل ديال الشجره هادي سميتها الصبره. الصبره كيقولوا لها الصبره، كل ما انا تيقاش كيسميوها. نعم خويا الصبره هادي كيخدموا بها المواد ديال التجميل، وكتخدم القدام ديال رجلي، تيكونوا رجلي مشققين وسميتو كتخدم لهم هادي. سبحان الله. هادي كتدار مع الحنة، كتخلط مع الحنة وكتدار على 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 القدم، وكيبقى كيحيدو دوك الشقوق اللي كيكونوا في القدم. يعني اي حاجة كاينة في هاد البارك اولا في هاد الارض الا وعندها واحد المغزى وعندها واحد الحاجة اللي على قبل الدارش. يعني ها الشجرة ديالها راه هي شتي الفوق، راه هي شتا. وهذا الشجر ديال هذا الشجر هذا الخروب، خنغوب الشجر ديال الخروب، شجر خنغوب غني عن التعريف، مزيان حتى هو المعده والمثران. كيقدو منه الشوكولاته، كيقدو منه الشوكولاته. وهذا شنو هذا؟ هذا شجر الضرو. الضرو هذا الضرو الناس قدامي كانوا كيديروا منه الزيت بحال زيت العود. زيت العود وهذاك الفوق وقع هذا الباكو. الباكو هذاك شجر هذا الباكو. المهم شكرا على المعلومه الاخ ياسين والاخ بوبكر، نكملوا طريقنا في اتجاه الشلال. باش جات اختي يا خير؟ ضروري اخي شويه الشمس اخويا. خاي بوك واخاي صح، كي جاتك الطير؟ ان شاء الله الى الشلالات في فحصة الكردة، لابد من الكردة ضروري. كي جاك الريتم ديالنا في الطير؟ هو مزيان تبارك الله عليكم، عطاك الله الصحة. خايفات ولا؟ خاص خفتوا شويه، ولكن حيتاش جينا معطلين واحد شويه. كنصح الاخوان من الاحسن يطلعوا من هنا في الصباح بكري باش ما تكونش الشمس هذه الوقيته هذه ديال 11 12 من 10 الفوق كيكون الشميشه في هذه الطلعه. الشيء اللي حسينا به تعذبنا صح، من الاحسن بنادم يدير ديبار بكري شويه، كتكون شويه البروده هنا في الطلعه ديال الشله ان شاء الله. هذا ميساج الاصدقاء، يحاول الانسان دائما يطلع بكري شويه، سيرتو المناطق الجبليه الا قعدت تشرقات لكم الشميشه هاك كتحس بالشمس حدا راسك، حيت ديجا كتكون في المرتفع دونك كتعاب الحال، وكيولي الوصول لهذاك المبتغى شويه صعيب، يعني كتولي كتقاس حتى الصحه ديالك، ولهذا
حاول الانسان ديما يفيق بكري. وهادشي على جدودنا شنو قالوا شحال هادي فياق بكري بالدب مشي. ايوا دابا احنا ماشي ان شاء الله طبيعه. يا سلام هنايا كتشم واحد العشي واحد رائحه كتستنشق هنايا امبوسيبل تلقاها في المدينه امبوسيبل. اوكسجين بيو عويناتك مسنحين كيشوفوا الجبال الطبيعه. يا سلام الله لا اله الا الله. ولا اصدقاء جيت تحت الشجره هذه مضله ما فيهاش الشميشه باش نرتاح شويه حيت فريمون كاينه واحد الشمس اللي قاصحه ولا الا كتحس بها هنا ما عادش كيقول هذه قول لنا كتحس بها ضارب لاصق عليك الشمس مع راسك. وهادشي علاش كان الافضل الانسان فاش يبغي يجي هنايا اول حاجه يحاول يطلع بكري ولا كونديسيون فيزيكا شي حاجه كي تري امبورطون فحال هاد لي سيركوي. يعني واخا كتسمع كاينه مثلا 45 مينوت ديال الجبل ولكن 45 مينوت واقفه يعني غتطلع واحد نص ساعه ولا 45 دقيقه واقفه في الجبل. وهذا مكان دابا حنا كنرتاحوا باش نكملوا طريقنا عليك. هذا هذا صراحه داير واحد الطلعه قاصحه شويه والله واقف. ها هو الشاطئ اللي يجي صبا هذا بخير الحمد لله. الحمد لله وسط هاي العشبه حقول لا ماريوانا. دوك الاصدقاء دابا دخلنا مع هاد بحال لي غوز هادو بحال بدايه ديال الشلال واخا المنسوب ديال المياه كيبان ليا هنا قليل. تبارك الله على الاخ ياسين كاش بريباري دابا ان شاء الله. دابا فهاد لا فاز لا ديغنييغ فاز ضروري من التسلق ياك اخي ياسين. ضروري ان شاء الله ضروري من نديرو لي كوردات باش نوصلو للشلال الكبير. شنو سميت هاد الشلال؟ عنده واحد السمية اخر ابياتي ابياتي شلال ابياتي. دونك الاصدقاء دابا الاخ يدير لنا لي كورد غنطلعو معاه. الطلعة هادي شوية صعيبة صراحة الشلال ما عندنا ما عندوش طريق صراحة ما كايناش طريق لكن ضروري غادي نتجزأو لي كورد ان شاء الله باش نطلعو. بقات لينا الطلعه فوالا دوش الاصدقاء ولكن بقى لنا الطلعه صعيبه شويه مع السوينكا. السوينكا كي جات الطلعه الاولى قاصحه ثلاث معاك اخويا صعيبه والله الا صعيبه علاش كيقول كانت شويه الطلعه الصراحه لان كانت تبدي راه كتزلق وصافي الجيد واللي هو عطاني التكنيك وباش تا هو معايا بانه وحيد مني ديك الخلعه وحيد مني ديك ستريس اللي كنت فيه. والحمد لله قدرت انني نطلع بكل سهوله ودابا غنحاول نطبق ديك التكنيك في الشلال الثاني ان شاء الله. على مولانا على صديق ابو بكره طالع صراحه طلع صعيب هذا والله الا كطلب واحد شي فورماسيون قبل ما دير. يا ربي السلامه وصافي بشوية اخاي بوبكر بشوية كتعرف فين غادي تطلع. يا سلام اجواء رائعة الاصدقاء كنعيشوها شلال افتا. هادشي هاد السويسية هادي بحال شي خالية ديال الما الشلال ديالها خوف باي الله. كنصحكم الأصدقاء أنكم حتى نتوما تجيو تعيشو هاد التجربة وتوصلو للشلال إف حصة حيت فغيمون سا ميريت شي حاجة لي إكسترا أوردينيغ لي مغتلقاهاش بزاف. وحاجة وحدة لي عجبتني هو أنه خاوي مفيهش البشر يعني بوحديت بحال لك تحس بهادشي ديالك ديال ربي سبحانه وتعالى وهبوا لك نتايا
يا سلام كي جاتك هاد العومة خاي محمد داخمة خاي محمد العالم سلال أقل ما يقال عنه أنه رائع عرفتي ما كاين حتى شي واحد جينا لقينا راسنا بوحديتنا فهاد لا جاكوزي رويال كنستمتعو بها يا سلام اخوتي الحمد لله وصلنا للشانطي يعني من بعد مغامره زوينه كي شفتوا معنا الفلوق ديالنا كيوصل النهايه ديالو نتلاقاو ان شاء الله في مغامره جديده بيس اند لوف ليكم خوتي مع السلامه.